بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. أما بعد، أهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس الفقه الحنفي، وما زلنا نتكلم في الإمامة وما يتعلق بها من أحكام، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. يقول المصنف: لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه. إذا سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من قراءة التشهد، فإن على المقتدي ألا يسلم حتى ينتهي من قراءة التشهد، لأن التشهد من الواجبات. ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه، يعني المأموم. إذا ركع المأموم أو سجد المأموم ولم يتم أو ولم يسبح ولم يستطع أن يلحق بالتسبيح ثم رفع الإمام رأسه، فإن عليه أن يرفع كما رفع الإمام، لأن التسبيح ليس بواجب. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم. المؤتم هنا لا يتبع، لأن الصلاة خلاص، الصلاة هنا انتهت، وما سيقوم إليه الإمام ده خطأ، فلا يجب على المأموم أن يتبع الإمام في هذا الخطأ، ولكن ينتظر. قال: لا يتبعه المؤتم، ينتظر. وإن قيدها سلم وحده، يعني الإمام كده زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا، يعني قام للركعة الخامسة، لا يتبعه المؤتم. وطبعا يذكره، يسبح حتى يرجع، يقول سبحان الله سبحان الله. طيب إن رجع الإمام خلاص فبها ونعمت، وإن لم يرجع حتى قيدها، يعني قيد الركعة الزائدة بسجدة، سلم وحده. تمام، يعني يسلم المأموم وحده. وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا، عندنا مشكلة هنا، القعود الأخير ما حصلش ثم قام الإمام قبل أن يقعد هذا القعود ساهيا وبعدين سبح المأموم له فلم يستجب الإمام، أيضا ليس على المأموم أن يتابع لكن ينتظر الإمام. فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة، يعني انعمل نفس الحكم اللي قلناه في المسألة السابقة، لا هنا يفسد الفرض. ومن عليه يعمل إيه؟ لا، ينتظر حتى خلص الإمام الركعة الخامسة اللي هو زادها، وبعدين يجلس للتشهد. فإذا سلم، سلم المأموم معه. احنا عندنا هنا إيه؟ حالتين. الحالة الأولى إن هو قعد الإمام، قعد مقدار التشهد الأول في الجلسة الأولى، وبعد ما خلص التشهد قام إلى الخامسة ساهيا. في الحالة دي المأموم ما يتبعوش، ينتظر لحد الإمام ما يرجع. فإن لم يرجع حتى قيد الركعة الخامسة بسجدة، فيبقى على المأموم إن هو يسلم وما ينتظرش الإمام. القضية التانية إيه؟ إن هو لم يجلس التشهد الأخير، ما جلس القعود الأخير ده مقدار التشهد، وقام إلى الخامسة ساهيا. في الحالة دي المأموم لا يحق له أن يسلم حتى يأتي الإمام ويجلس القعود الأخير مقدار التشهد وبعدين يسلم معه. ليه؟ لأن القعود الأخير ده واجب خلاص. وبعدين كده لو المأموم جلس وبعدين سلم، يبقى هو عمل ايه؟ عمل واجب، انفرد بواجب عن الإمام.
انفراده بالواجب عن الإمام ده يعمل إيه؟ يخلي الفرض بتاعه يفسد. يعني فساد الفرض هنا يعني تحول الفرض، يعني الركعات اللي صلاها أصبحت نافلة، ياخد فيها ثواب النافلة، لكن عليه أنه يعيد الفرض تاني. يبقى نقرأها تاني أهو. قال: إذا زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير، حط خط تحت بعد القعود الأخير دي. يعني إيه؟ يعني الصلاة كأنها خلصت كده، لم يبقى له إلا السلام بس. لا يتبعه المؤتم، المأموم ما يتبعوش على الخطأ. وإن قيدها، يعني الإمام قيد الركعة الزائدة الخامسة، قيدها يعني بسجدة، سلم وحده يعني المأموم، لأن خلاص يعني هو الواجب الأخير وهو القعود مقدار التشهد تم. وإن قام الإمام قبل القعود الأخير، حط تحتها خط عشان هي الفرق بين المسألة الثانية والمسألة الأولى، وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره المأموم، يعني إيه؟ يعني ينتظره المأموم حتى وإن قيد الخامسة بسجدة، حتى وإن أتى بالسادسة، يفضل المأموم منتظر حتى يأتي فيقعد مقدار التشهد ويقعد المأموم معه ويسلم الإمام ويسلم المأموم. مفهومة دي؟ انتظره المأموم. فإن سلم المقتدي، إن فرضنا أن المقتدي سلم قبل إمامه فسد فرضه. ليه؟ لأنه انفرد بواجب عن الإمام وهو القعود الأخير. وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه. يعني إيه؟ دي مسألة ثالثة بك. هم جلسوا للتشهد فخلص المقتدي التشهد ووجد إن الإمام طول في التشهد شوية، فراح مسلم قبل الإمام. الصلاة صحيحة ولكنه مكروه. خلاص؟ لما فيه من ترك المتابعة. يعني المفروض إن هو ينتظر حتى يتابع إمامه في التسليم. وهذه آخر مسألة في هذا الفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض. بعد أن انتهى من الفصل السابق وهو ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره، قال: الأذكار التي ترد بعد الفرض. قال: القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون. بعد ما خلصنا صلاة الفرض عندنا مثلا السنة التي تصلى بعد الفرض. هو يقول يعني إن من السنة الاتصال بين الفرض وبين السنة، يعني الإنسان ما يفصلش بالختام الصلاة بين سنة الصلاة وبين الفرض. يعني بعد ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللي هو الذكر الوارد بعد الصلاة بعد التسليم مباشرة من الفرض، يأتي بعد كده يقوم إلى السنة. هكذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن شمس الأئمة الحلواني: لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة. ده رأي آخر في المذهب، إنه لا بأس بأن الإنسان يعني يؤخر السنة إلى بعد ختام الصلاة. قال: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول، يعني يتحول بوجهه إلى المأمومين، إلى يساره لتطوع بعد الفرض. يعني بعد ما يخلص الصلاة يستحب له أنه يتحول بوجهه إلى المأمومين ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم إلى أداء السنة، ثم بعد ذلك يأتي بختام الصلاة. وأن يستقبل بعده الناس ويستغفرون الله ثلاثا. بعد ما يصلي السنة بعد كده بقى يستقبل، يدي وشه للناس، يستقبل الناس بوجهه، ثم ختام الصلاة بقى اللي هو الاستغفار ثلاثا، قراءة آية الكرسي في الأول والمعوذات، وبعدين ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين، ويحمدونه 33، ويكبرونه كذلك، ثم يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
لإكمالة المئة، لأن سبحان الله 33 والحمد لله كذلك، يبقى كام؟ 33 و33 وبعدين الله أكبر 33 يبقى 99. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد كمالة المئة، وهو على كل شيء قدير. ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره، يدعو ورفع يديه وبعدين يمسح بها وجهه، هذا هو الوارد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن ينفعنا وأن يتقبل صلاتنا ودعاءنا وذكرنا وتسبيحنا ويرزقنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق.